ما شاء الله يا سير، 1810، اليوم إغلاق أسبوعي، من أمس نتكلم على سير ونقول بكرة الإغلاق الأسبوعي، ضرب قبل كم يوم الترند وضرب منطقة 161 فيبو، وهو ما زال شوفوا مرة أخرى خارج المثلث وخارج الترند، وهذا برضو يعتبر من الأسهم الفي آي بي في حال الإغلاقات فوق 20.80، وتأكيد اختراق اليوم مستويات 20.86 هلل المطب، وعندنا قمة فرعية نزلنا منها من شهر 11 من عام 22 كانت 21.16 هلل. طيب الآن هي من أهم مقاوماتنا 21.16 هلل، لكن الأساس اخترقناه، اللي عليها الكلام اخترقناه، باقي الإغلاق، باقي إيش؟ باقي الإغلاق، لأنه الإغلاق بهذا الشكل اللهم صل على النبي. شوفوا هذا النموذج، هذا الشكل على الأسبوعي، هذا هدف الوتد اللي شرحناه قبل كده، هذا المستقبل، هذا مستقبل سيرة، شايفين مستقبل سيرة فين؟ من 26 إلى 27، هدف هذا الاختراق على المدى المتوسط. يعني ما شاء الله تبارك الله، في شركات زي أسواق المزرعة الآن والله أشياء تبشر بالخير، يعني بعض الشركات وإن شاء الله تلحقها شركات كثير، إنه بدأنا نشوف تحرر من اتجاهات هابطة رئيسية. يعني تخيلوا هذا الترند في سيرة من قمة شهر 10 من عام 2021 مرورا بقمة شهر 5 من عام 2022 مرورا بقمة شهر 11 من عام 22، واليوم نحن في شهر 3 من عام 23. يعني بصراحة أشياء تبشر بالخير. يعني أنا حقيقة يعني لو تلاحظوا لي يومين أقول فين الكاش، لأنه بصراحة اللي بيدخل السوق اليومين دي أو بيقرب من السوق بعيدا عن المؤشر العام هو يجد ما شاء الله فرص، ويجد أسهم بتحاول إنها تستبق حركة السوق وتبدأ هي، لأنه هي لها فترة طويلة. يعني شوفوا السير الآن دائما نقول هو إيش سوى، هو من 2016 إلى عام 2022 محسوب علينا في مسار عرضي، هذا الترند اللي اخترقناه الآن هو ترند موجة أخيرة، يعني موجة عام 2021. شوفوا الآن لو يبغى يوصل السهم إلى قمم هذه المناطق العرضية، قمم هذه المناطق العرضية تقريبا قريب 28.70 أو 28.80، يعني قريب 161 فيبو من الموجة اللي هي 30 ريال. لكن نحن طبعا ما راح نستبق الحدث، ونبغى نمشي مرحلة مرحلة، ونقول وبالله التوفيق إن كتب الله لسيرة على الشهري بما أنه فوق 50 مخترق ممكن يروح متوسط 100، لأنه متوسط 100 يقرأ 25.5 وهو تقريبا قريب من محور 127 فيبو، أو قريب من هذا الهدف، أو حتى قريب من هذه القمة الفرعية في عام 2017. شوفوا بالضبط هنا برضو 25.65 هلل، نحن خلينا نقول 25.65، يعني هذه مرحلة، وبعدين من 28 ل 80 إلى 30 مرحلة، إذا وصلنا هناك حصل انشكاح أو اختراق. لذلك نقول الله يجعل التمام على خير. أيضا السيرة للمتابعة والاهتمام ما لم يكسر، ما لم يكسر إيش؟ يعني فين المفاجأة الغير جيدة؟ هو العودة والإغلاق تحت 20 ريال، تحت 20 ريال يعني تحت الترند، كده نكون نحن.